كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. شارع المعز، ليس حيمي، ليس حيمي، وهو بيت على مساحة 2000 متر على الطرز القديمة. منزل مصطفى الأفر. المتحف المصري مش كمان شغلنا. بيت السحيمي. كل هذا بيت ما شاء الله. الفين بيت السحيمي احد جواهر شارع المعز. ايوه. والسبب شهرة البيت نقطتين كبار هنخش تحت كل واحدة بتفاصيلها. البيت الوحيد اللي باقي بالحجم ده وبالمساحة دي، معمول على حوالي 2000 متر مربع، متقسم ل 115 غرفة وقاعة. والنقطة الثانية ان نموذج فريد من نوعه للطبقة الأرستقراطية، الأغنياء أو الأثرياء، والمعنى الكامل للخصوصية. كل حاجة خاصة لحاجة بعينها. على سبيل المثال مدخل البيت ليه عامله كده؟ منكسر علشان مع كل البيوت الإسلامية. أيوه. ثلاثة في واحد. باب البيت يتفتح يتقفل، محدش من اللي في الشارع جارح البيت، أهل البيت. النقطة الثانية ودي الأهم، ليه عامل ممر طويل؟ حضرتك لو راجع من شغلك ومعاك ضيوف اغراب عن بيتك لازم تكلم المدام. ده دلوقتي ال 400 سنة عمر البيت كان هيخش الخادم على ما يبلغها. لا، لو الراجل صاحب البيت نفسه، انت معاك ضيوف اصدقاء ايا كان هيتسمع صوتهم لازم، وانت هنا الايجيبشن الارم. ايوه يا ساتر. اعلان للزوجات والسيدات، انا معايا ضيوف واغراب. تمام. عشان عقبال ما تبتدي تتحرك من هنا مديهم المهله يداروا. أيوة. في اي مكان، في قاعه. تمام. في غرفه. عقبال ما تبتدي تتحرك من هنا لغايه هناك، توصل لغايه هنا. محدش بالضيوف اللي معاك يجرح اهل البيت او يشوف حد من اهل البيت. ثواني، البيت ده اللي اتصور فيه المسلسل بتاع نابليون بتاع ليلى علوي، دول صوروا هنا، هي كانت عامله فيه ام المماليك خاتون، ودي الحديقه، والسنه اللي فات رمضان اللي فات الحشاشين صوروا. الحشاشين كان هنا؟ صوروا حاجات كتير. والثالثه بقى نمره ثلاثه، اوضه الضيوف، لازلنا بنستخدم الفكره بره جنب باب البيت. ايوه. محدش ضيف غريب هيخش جوه بيتي اكتر من كده. تمام. صيف او شتاء. اللي هو والفكر ده من ايام المماليك، حتى المسميات من ايام المماليك. السلام لك للرجاله، حرام لك للسيدات. واضح هنا ان المقعد الصيفي باتجاه الشمال بحري. ايوه. ملقف بحري. بيختم اختياره بعينيه. ودي النقطه اللي بقول لحضرتك عليها، الخصوصيه بالمعنى الكامل. ايوه. مكان خاص للصيف، مكان خاص للشتاء، جناح للولادة، جناح للولادة، جناح غرفة ولادة وقاعة نفاس. دي كانت فيه هنا مولدة زي بيت الكريتلية اللي هي اسمها خاتون، كان اسمها ايه في أمنة بتاعت بيت الكريتلية. الناس الأثرياء بيبقى خادمة، أو لو حصل مشاكل معاها لازم
الست الزوجه مقابلة من زوجاته مقابلة. لازم مش هتروح في اي حته دي مع عادي الولاده بتولد هنا في بيتها وقاعه خاصه للنفاس غرفه ولاده وقاعه للنفاس غرفه خاصه او قاعه خاصه للقران ودورها كبير ورهيب ده بتاع الشيخ اللي بيجي كل يوم يقرا وليالي رمضان ايوه قاعه خاصه للتدريس انا راجل سري بيجيب علماء بيجيب علماء بناتي يبقوا متعلمين سوري ما يبقوش جهله لان طب البنات استاذن حضرتك البيت ده يعود لسنه كام هقول لحضرتك بدايه البيت اصلا البيت كان بيتين بيت للحاج اسماعيل شلبي ده كان بيت للحاج عبد الوهاب الطبلاوي كان شيخ في الازهر يعني عبد الوهاب الطبلاوي ده اليمين وشلبي على الشمال واحنا داخلين وعشان كده اكراما ليه الشيخ السحيمي لما اشترى البيتين ما مسحش اسمه فوق هنا هنشوف موجود اكراما الخشب الشيخ السحيمي سنه 1812 ده. واقدم جزء في البيت هنا ده اللي عمره حوالي 400 سنه من القرن ال17 1648 اللي هو مين بقى اللي هو الشيخ الاولاني عبد الوهاب الطبلاوي تمام 1812 الشيخ السحيمي لما بدا شغله في الازهر كمدرس للطلبه الاتراك كان حريص ان هو يبقى بيته كبير وواسع بالحجم ده لانه كان راجل ساري جدا ومش متجوز واحده طبعا في تعدد وفي جواري مفهوم لا الجواري سوري برضه سايبه كل حاجه هنا كان شيخ في الازهر بيتجوز اربعه تمام لكن الطبقه الاولى الفئه الاولى الناس الاسرياء قوي زي شهبندر التجار او امراء المماليك بيتجوز اربعه وما ملكت وعنده ملكه يمينه ملكه اليمين او الجواري لكن هنا ده فئه تانية درجه تانية شيخ في الازهر كلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي غنوه حلوه وغنوتين حلوة يا بلدي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر ماشي في سينا حاول تفتكر ما